السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم، مرحبا بكم أيها الإخوان الكرام. رمضان مبارك سعيد كما العادة. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم طريقة رائعة جدا لأخذ نسخة احتياطية إلى الدردشة الخاصة بك على ماسنجر فيسبوك. فمثلا أنت لديك رسائل تريد أن تقوم بالاحتفاظ بها، حتى إن أردت أن تقوم بالاطلاع عليها مرة أخرى أو حتى لا تفقدها أو شيء من هذا القبيل، سوف أريك الطريقة، والطريقة رائعة جدا مع الاحتفاظ بصورها وكل شيء متعلق كما قلت بالدردشة أو المحادثة التي قمت بها مع شخص معين. كيف ذلك؟ هذا ما سوف نقوم بالتعرف عليه إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل أن نقوم بشرح تفاصيل، أدعوك أخي الكريم إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون إن شاء الله بكل جديد القناة. جيد، الطريقة سهلة جدا إخواني الكرام. فعلى سبيل المثال، أنا كما تلاحظون معي هنا لدي مجموعة من الأصدقاء، وأريد أن أقوم بأخذ نسخة احتياطية من إحدى هذه الدردشة التي قمت بها. سوف أريكم الدليل حتى تتأكدون من نجاح العملية. على سبيل المثال، هذه الدردشة قمت بأخذ نسخة احتياطية منها، سوف أقوم بعملية الفتح وسوف تلاحظون. فأنا قد قمت بمراسلة فريق الدعم بخصوص مشكل حظر الصفحات، والعديد من الإخوة يعانون من هذا المشكل، وهذه هي الرسالة التي لاحظوا معي هنا. قمت بمراسلتهم فكان الرد كما يلي. هذا هو المحادثة الإجمالية التي قمت كما قلت التواصل معهم، وتم الرد وكانت هذه هي الإجابة كما تلاحظون. وأنا أريد أن أقوم بالاحتفاظ بهذه النسخة كما تلاحظون، فأنا قد قمت بأخذ نسخة احتياطية. حتى تلاحظون هنا مجموع الرسائل، توتال دو ميساج كما تلاحظ، توتال دو سوند كما تلاحظون، ريكوفيد كما تلاحظ 30 رسالة قمت باستعادتها. فهذا الأمر كما قلت لكم رائع جدا. كيف سوف نقوم بالأمر إخواني الكرام؟ عملية بسيطة. كل ما سوف نحتاجه من المتطلبات التي سوف نحتاجها، سوف نحتاج هذه الإضافة، والإضافة المسمات بميساج شات دونالد. سوف نقوم بتثبيتها على متصفح جوجل كروم كما العادة. بعد تثبيتها على كما قلت على المتصفح الخاص بك، سوف تنتظر ما يتم إضافتها إلى الإضافات. سوف تظهر هنا في القائمة العلوية، ننتظر لبضع ثواني ريتم يتم إظهارها، وسوف نعمل على شرح الطريقة التي سوف نعمل على أخذ نسخة احتياطية للدردشة الخاصة بنا. وسوف نعمل على كما قلت لكم، سوف نعمل على شرح الطريقة بحول الله. كما تلاحظون هذه الإضافة قد تم تثبيتها. الآن ننتظر حتى تفتح معنا الصفحة وتفتح معنا جميع الدردشات التي قمنا بها أو المحادثات التي قمنا بها. جيد إخواني الكرام، كما تلاحظون معي هذه هي، مثلا أنا أريد أن أقوم بأخذ نسخة احتياطية للدردشة التي قمت بها مع الفيسبوك، مع أنني أقوم بالتواصل معهم كل مرة، أقوم بالتواصل معهم والحمد لله، عندما أقوم بالتواصل معهم أقوم بحل جميع المشاكل المتعلقة بحسابي، وشرحت لكم الطريقة وكذلك مجموعة من الأشياء المتعلقة بهذا الأخير. الآن كيف سوف نقوم بتفعيل الخاصية وتحميل الدردشة أو أخذ نسخة احتياطية للدردشة الخاصة بنا؟ على سبيل المثال كما قلت لكم، سوف أقوم بأخذ نسخة احتياطية لهذه الدردشة التي قمت بها مع الفيسبوك. كل ما عليك فعله هو أن تقوم جيد. كما تلاحظون معي هنا يوم 9/2020. الآن سوف نقوم بالنقر هنا، تقوم بالنقر على الإضافة، سوف تظهر لك على شكل دردشة، وهنا سوف تقوم بالبحث عن الشهر الذي قمت بالدردشة مع فريق الدعم. فمثلا أنا في شهر 2 قمت بالدردشة مع فريق الدعم كما تلاحظ معي هنا. بعد ذلك سوف يتم تحديد الشهر وكذلك اليوم، وهنا بالنسبة لتاريخ اليوم الذي سوف نقوم بتحميل فيه النسخة كما تلاحظون معي هنا. ننقر هنا على Start Download، ثم بعد ذلك سوف يبدأ في عملية التحميل الدردشة الخاصة بنا أو المحادثات الخاصة بالشخص الذي تريد أن تقوم بأخذ نسخة احتياطية
أو تحميل نسخة من الدردشة التي قمت به مع هذا الشخص. ننتظر حتى يقوم بعملية تحميل جميع كما قلت تحميل الدردشة التي قمنا بها، ونقوم بأخذ نسخة احتياطية حتى نقوم بمراجعتها فيما بعد. وكما قلت هذه الطريقة يمكنك أن تقوم بتطبيقها على مثلا على العائلة الخاصة بك أو أصدقاء أو صديقة أو شيء من هذا القبيل. فالعملية كما قلت لكم رائعة جدا، ووجدت هذه الطريقة وأردت أن أشاركها معكم حتى يستفيد الكل منها. جيد إخواني الكرام، كما تلاحظون هذه هي النسخة من الدردشة التي قمت بنسخها. فقد قمت بنسخ القليل منها حتى أسهل الأمر، وكذلك حتى يكون الشرح قصير، لا أريد أن أقوم بطلب الشرح. لاحظوا معي هنا الشهر وكذلك اليوم الذي قمنا بتحميل فيه الدردشة، كذلك هنا يعطيك بعض الأمور، توتال ميساج عدد إجمالي الرسائل التي قمت بتحميلها، كذلك هنا توتال سوند التي قمت بإرسالها، عدد الرسائل التي قمت بإرسالها، وكذلك هنا الإجمالي. فكما تلاحظون هذه النسخة. الآن كيف تقوم بحفظها على الديسكتوب؟ تقوم بالنقر على ضغطة الزر الأيمن، ثم تختار هنا سيف على هذا الشكل، ثم هنا سوف تقوم بتسميتها مثلا فيسبوك على هذا الشكل، ثم بعد ذلك نقوم بحفظ النسخة. الآن نتوجه إلى سطح المكتب، نقوم بإغلاق هذه، ثم نتوجه إلى سطح المكتب. هذه هي النسخة التي قمنا بتحميلها، نقوم بالنقر عليها ضغطة زر الأيمن، أو يمكنك أن تقوم بفتحها بالمتصفح الذي تريد. فمثلا أنا سوف أقوم بفتحها بهذا المتصفح الخاص بجوجل كروم. كما تلاحظون معي هذا هو الرابط وهذه الدردشة. الآن يمكنني أن أقوم بتصفح الدردشة التي قمت بها. كما قلت، حتى إن كنت تريد أن تقوم بتحميل الصور الخاص بالدردشة التي قمت بها سوف تقوم بالأمر. أنا لم أقم بتجريب الأمر على الصور، فقد سبق أن قمت بها من قبل. سوف أريكم على سبيل المثال، هذه الدردشة القديمة. لاحظوا معي هنا هذه صورة من إحدى الصور التي قمت بمراسلتهم من خلال هذه الصورة، كما تلاحظون قمت باستعادتها الآن، وهذه الدردشة أخرى قمت بنسخها. كما قلت إخواني الكرام، هذه الطريقة. أتمنى أن تكون الفكرة وكذلك الموضوع وكذلك الطريقة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.